معايا علا. اهلا بيك يا استاذه علا، اتفضلي. السلام عليكم يا استاذ احمد، وعليكم السلام ورحمه الله وسلام وبركاته. عليكم على ضيوفك. اهلا بيك، وانا بشكر على فكره ضيوف الكرام. كان ممكن يعني يشترطوا في البدايه يقول لك مش عايزين الهوا ده خالص. بنقول لك حضرتك طبعا احنا بنشوفه وعجبنا وجميل جدا، لكن النهارده الاستاذ شريف الشراشي. استاذه علا بعد اذنك بالراحه، محمود يتكلم بعد اذنك. انا مش سامع استاذه علا. استاذه علا، الخلاف في الراي ليس ضد قضيه، ارجوك نحترم ضيوفنا، ولو هيك عايزه تقولي اللي عايزه تقوليه قوليه، هو يعني صدره راح بك. استاذ احمد احنا يعني هو فعلا الدبديل قال لنا كده يا استاذ احمد، انت بتجيب لنا. لا يا استاذ احمد، انت فين حضرتك؟ انا مش سامع حاجه لكن انت كده يعني النهارده حرقت دمنا، والنوبه اللي فاتت برضه حرقت دمنا لما جيت. النوبه اللي فاتت انت نفس الكلام برضه، هو نفس الكلام، واخته قالت نفس الكلام. احنا عايز يبقى كل يعني مصر كلها تمشي بشعرها. سيب الاستاذ محمود يتكلم، هو صح يا فندم. لازم نعود بناتنا على انها تلبس الحجاب. يعني انا بنتي لبست الحجاب ولا قلت لها البسي ولا اعملي؟ هي قالت دي لما في سوره النور لما قرات القران وبتسالني، قال لك ربنا كده الحجاب يا فندم، الحجاب في سوره النور. طب انت بتحرق دمنا يا استاذ احمد. ليه يا جماعه؟ لو احنا واثقين من نفسنا، واثقين من راينا ومن قضيتنا، لازم نتقبل الراي الاخر. يعني انا ده مش معناه ان احنا بنقول للمحجبه اقلعي الحجاب. لو حضرتك واثقه من نفسك وعارفه يعني اللي انت عاملاه ده صح وباقتناع، يقول اللي يقوله. ما هو الراجل اللي بيقول لك انا قرايبي محجبات برضه، ليه يحرق دمك؟ ليه مجرد ان يختلف في الراي يبقى في حرق الدم؟ بشكرك جدا يا استاذ علا. في امور ثابته. في من الجيزه، اهلا بيكي. في هانم، اتفضلي. في هانم، اتفضلي. في هانم، اتفضلي. اسال سؤال يعني ممكن؟